والله تالله يا غرزة البليهي انها تسوى 100 بطولة بالنسبة لي انا النصراوي. والله غرزة البليهي في كاس اسيا ولاول مرة يتقابلون والله لا تسوى 100 بطولة يعلم الله. وفي ملعبنا وهي ملعبنا صحيح. مفروض يعني ما اسمحوا له اصلا لكن عاد والله شيء محزن. شوف والله يبارك. شوف الجمهور الهلالي والله يا جماعة الخير أنا أحب الجمهور الهلالي وأحب فكرهم يا أخي. ناس يتكلمون بلغة أرقام يتكلمون بعقلانية. الحين أنا يا شاعر أقسم بالله العظيم ما أكتب عليك في كلمة واحدة أني أجي مساحات للجمهور الهلالي يتقبل الهلالي يتقبل الاتحادي يتقبل أي فريق. لكن إذا رحت المساحة هذاك النادي أقسم بالله العظيم أول ما أتكلم وأقول كلمة واحدة على طول بلوك على طول. ليش يا العالم؟ إيش المشكلة؟ ليش؟ لأن ما عندهم الجرأة أنهم يواجهونك ويتكلمون معك ويناقشونك ويتكلمون معك بلغة الأرقام ويتكلمون معك بالأشياء الجميلة.